اسمك ايه؟ محمد. منين يا محمد؟ من مصر. من مصر. حيا مصر. عندك كام سنة؟ 12. بص أنا فرحان جدا إن أنا يعني اخترتك وهم ما لفوش. شكرا. أنا أكتر والله. شكرا. حبيب قلبي يا أبو حميد والله أنت عبقري. شكرا. ما شاء الله عندك عرب وعندك حليات في صوتك. إن شاء الله. واخترت أغنية قوية يعني كل حاجة تمام، هنشتغل شوية مع بعض على شوية حاجات صغيرة. أوكي إن شاء الله. أنت قدها قدها ونص. بص نانسي ندمانه ازاي؟ انا صحيح ندمانه كتير اكيد، انا مع 12 مشترك بفريق إيثار. صوتك قوي مثل وقفتك، برافو عليك. شكرا. شكرا. برافو. صوتك حلو. شكرا. قوي. شكرا. احنا نحتاج واحد مثلك يكون على المسرح قوي وعنده ثقة بنفسه. ربنا يخليك، ميرسي. برافو محمد. شكرا. مبسوط يا محمد زي ما انا مبسوط كده؟ انا اكتر والله. فعلا؟ اه والله. انا فرحان ان انا اخترتك. وانا اكتر. يبدو ان قرار تامر باعتماد سياسة التأني في السابق كان صائب، واستطاع الليلة ان يلف كرسية للاصوات اللي توصل القلبة، على عكس كاظم ونانسي المحكومان بالتريث. احسنت محمد، احسنت. بسبب عدد المواهب المرتفع في فرقهم. محمد أسامة موهبة رائعة، عنده حليات في صوته جميلة جدا، محتاج العنصر ده معايا، وانبسطت فعلا ان انا الوحيد اللي لفيت. مبروك. مبروك، حلو الصوت. الله يبارك فيه. عنده مناطق في صوته حلوة جدا وكاريزماتيك، يعني هو لما شفته كمان لقيته حالة متكاملة.